بالنسبة للسياج مبادرة جيدة كلش من البلدية والمحافظة والكل، يعني كل زينة، يعني حتى واحد لا يصير حوادث لا يصير، كل الجيدة هذه. حتى السيارات تطلع هنا، الباصات تطلع هنا، والكل تطلع هنا، توقف هنا سد الطريق، بس هي يعني كل الجيدة، وبعد إن شاء الله أحسن إن شاء الله. والله هذا الجسر هنا المشاهد 100% يحتاج، الجسر يحتاج من هذا الحديدي، تطلع لأن ما تي فرد نوب ضيقة، فرد نوب ماكو ازدحام، ازدحام فردوا بازدحام. والله هي المناطق كلها طالب بيها، وبالذات اكو دورة الحمام كذلك. والله مبادرة جيدة، لأن السيارات تقف على الرصيف، العالم وين تمشي؟ تمشي بالشارع. فمبادرة جيدة وأحسن يعني من قبل، لأن دوائر كلها حكومية وعالم رايحة جاية وسوق. منطقة من الزحمة. منطقة من الزحمة بالضبط، المفروض هذيك الجهة من الناس الشيء. والله مبادرة كل الزين حلوة زينة. ها بس هالزحامات شويه تعرف خاصه المواطنين يحضرون. نعم 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 اي والله فد نوب والله المفروض يسوون تكفرات شي اشارات او معمور العبور، هاي شهر مو غادي يعبرون. والله احتاج جسر عن مود الزحامات، ما زحامات يراد له جسر احسن. والله نعمه من عام الله، خوش مبادره زين. نعمه نشكر المحافظ ونشكر الناس الحكومة الطيبين، ونشكر كل طيب جهودكم الذي يبادر لهالبلد ويسوي مشروع خير لهالبلد هذا.